رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. حبيت اكلمكم النهاردة عن فانوس رمضان، ولما نقول فانوس رمضان يبقى لازم نتكلم عن درب البرابرة وتحت الربع، ودول من اهم اماكن صناعة الفانوس في مصر. ودرب البربرة تسمت بالاسم ده نسبة البربر شمال افريقيا اللي جم من المغرب العربي مع دخول الفاطميين مصر، وفي رأي تاني بيقول انه كان مكان اقامة النوبيين اللي جم للمكان ده وعاشوا فيه، وفي رأي تالت بيقول ان المكان ده عايش فيه البربر اللي كانوا بيخدموا في القصور الملكية من عصر محمد علي. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا. والفانوس كلمة إغريقية قديمة أطلقت على إحدى وسائل الإضاءة، واستخدم مع ظهور الإسلام في الإضاءة بالليل للذهاب إلى المساجد، وتعرف في مصر مع دخول المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة، وده كان في يوم 5 رمضان، وحمل المصريين الفوانيس لاستقبال المعز احتفالا بمجيئه، وبعدها ارتبط الفانوس برمضان كشكل من أشكال الاحتفال بالشهر الكريم. وإحنا في درب البرابرة دخلنا واحدة من الورش اللي بتعمل شاسيل فانوس السلك، وكان لينا حوار مع محمود اللي حاصل على بكالوريوس تجارة لكنه خد الحرفة دي بالوراثة أبا عن جد. مثلاً مقاسه 100 جرام. متر؟ يعني كل فانوس ليه مقاس معين؟ كل فانوس ليه مقاس، بيبدأ معاك مقاس صغير 25 لحد متر ونص و2 متر و3 متر إن أمكن لو طلب يعني. تمام. ده شكل الفانوس. ده شكل الفانوس بعد ما اتعمل. ده الشاسيه بتاعه وحجمه. في كل شاسيه بقى بيبقى مختلف على حسب ما بيطلب منك، وده واحد تاني مختلف. وهو بيعمل ايه هنا؟ برضه بيلحم. زي اللي هي المكنه بتاعته. وده شكل تاني. ده علاء الدين. ده شكله اسمه علاء الدين، وده ده فرجي. فورجين؟ تمام. وتحت ده اسلامي. اسلامي ما بجليش منك. وفورجين ده ليه بقى اسمه فورجين؟ احنا كده احنا اللي عاملين الفانوس ده يعني. لا بس احنا اللي بدأنا الصنعة دي هنا في مصر. في دار البرابرة هنا وفي كل حتة. يعني احنا يعني المكان ده الوحيد اللي بيعمل التصميم ده. لا ناس تانية كتير بقى اشتغلوا في الشغلانة، بس البداية من هنا. البداية من الورش دي لشغل الفوانيس ده بالذات. فوانيس رمضان دي بالذات البداية بتاعتها السلك. الفوانيس السلك بدايتها من الورش اللي المكان اللي بيقف فيه ده. وبعد المرحلة دي بيروح الشاسيه السلك لورشة تانية بيتغطى بالقماش. وهنخرج من درب البرابرة وبعد كده هننتقل لمنطقة تحت الربع اللي اتسمت بالاسم ده نسبة لربع السلطان الظاهر بيبرس اللي انشأه سنة 662 هجري 1263 ميلادي خارج باب زويلة لسكن عائلات الصناع واصحاب الحرف المختلفة. وهنا قابلنا عم مجدي اللي هيكلمنا عن صناعة الفانوس الصاج اللي بتشتهر بيه منطقة تحت الربع. ما عنديش بطالة. ربنا يديك الصحة يا رب. يعني حتى في العيد ما عنديش بطالة عشان اقدر اكفي الدول العربيه اللي بتاخد مني. لما جيب ويت باودر هنا قابل زبون عندي من نيويورك وهو بيعمل معايا اللقاء بتاعه اللي بيعمله كل سنه، لقى زبونه من نيويورك قال لي من نيويورك يا عم مجدي، قلت له اتقلق فدخل كلمها قالت له انا من نيويورك وباخد طياره بحالها فوانيس من عم مجدي وبقالي 17 سنه بتعامل معاه. هنا هنا عم مجدي هنا المكان عنوان ايه بقى هنا بالظبط؟ تحت الربع. تحت الربع. عم مجدي تحت الربع. عم مجدي واحد يعمل الصفيح. واحد يروح واخد منه الصفيح يجمعه. تمام. وبعدين واحد يروح واخد لو هو ماسك الطريحه كامله بيروح هو ماسك ده يروح مقفل فيه الازاز. تمام. يدخل للواحد الازاز فيه. وبعد كده يروح عامل القبه دي الكام دول عاملهم وحاططهم في الارض. يجي في التجميع يروح ماسك مجمع الكعب الاول على الازاز وبعد كده يجمع القبة على الازاز. تمام. بقى فانوس. اما لو في حاجه جديده يعني في كل سنه انا بعمل جديد اشكال جديده يعني. طبعا. تمام. بعمل اشكال جديده باجي يوم 5 رمضان اقعد انا وولادي الاثنين اللي هم الكبار. تمام. اقول لهم ايه رايكم لو نعمل فانوس كذا كذا؟ يعني السنه دي عملنا ده كبير كده. النجمه. لا نجمه. حاجه اللي بتعمل التصميمات بقى. وانا اللي بسمي اسم الفانوس. تمام. يعني اسمه ايه؟ ده برج. اسمه ايه؟ برج. برج. في منه مقاسات جميع المقاسات في منه.
والتاني ده البطيخه الازرق، شقه البطيخه، شقه البطيخه، وده برج كبير، برج كبير. بتطلب منك يعني انا عاوز فانوس كذا او مثلا لما بكون طلبيه بقى او مثلا حاجه رايحه جده بيقول لي مثلا عايز 10 كبار، 10 كبار تمام، عامل لهم كراتين في شركه الكراتين وابعتهم على المطار بعد ما ايه ما بيخلص. بتصدر شغلك يعني ده بره مصر؟ انا مفيش دوله عربيه ما بتاخدش مني فوانيس، اللي هو اللي زاد عليا بس دولتين عربيه، غزه وليبيا، دول اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الفانوس. ربنا يوسعها عليك يا رب، يديك الصحه والصحه. حضرتك طيب وانت بتصحي؟ معلش تعبناك معايا. لا ولا تعب ولا حاجه. عايزك تقول لي بقى حاجه اخيره، هو الخيميه ايه علاقتها بقى بالفانوس معاك؟ يعني هي برضو فيها يعني لا 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 لا. مكان فوانيس؟ لا 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 ما لهاش دعوه. لا اصل انا بتاجر جمله في الجمهوريه. تمام، يعني الخياميه بس القماش بتاع القماش بس مفرش بتاع مش عارف ايه حاجات، يعني لكن ملهاش علاقه الحاجات الكماليات بتاعت المكان يعني. الفانوس اساسه تحت الرب. لا ما هو هنا ما هو تاسس هنا. ربنا يديك الصحه يا رب، وتشرفنا بحضرتك جدا. الله يخليك. تعالوا بقى هنا لعم مجدي، مكان تحت الرب، اشتروا منه فوانيس. شكرا جدا. شكرا لله. ومن تحت الربع بننهي جولتنا اليوم عن فانوس رمضان، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.